وأما يبعث يوم القيامة هيكل عظمي، هذا ورد في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يبعث يوم القيامة، حتى يبعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والمقصود بأن ليس في وجهه، طبعا العلماء لهم كلام في هذا طويل، أغلب أهل العلم حملوه على الحقيقة، قالوا يبعث يوم القيامة وجهه هيكل عظمي، يعني الله عز وجل ينزع اللحم الذي في وجهه. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، ومعروف بأن الحياء يبين في الوجه. فلما ذهب هذا الإنسان يسأل الناس تكثرا، ويسأل الناس وقد بذل ماء وجهه وهو عنده قدرة وعنده استطاعة، يعاقب الله في وجهه، ولذلك ينزع يوم القيامة، ينزع لحمه ويبقى رأسه يوم القيامة كما قال النووي وغيره بأنه هيكل عظمي، نسأل الله العافية والسلام، يعني رأسه ووجهه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فلذلك على الإنسان أن يصون نفسه وأن يحشم نفسه وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ما دام أن الله عز وجل قد رزقه وأعطاه عند القدرة على السداد.